محمد أي عليه الصلاة والسلام. محمد يا ضياء الله، محمد يا ضياء الله، تخطفنا كف الظلام وفينا الشوق والشمع. محمد يا ضياء الله، تخطفنا كف الظلام وفينا الشوق والشمع. خدنا إليك، خدنا إليك جميعا قبل فرقتنا، فأنت أنت النبي المفرد الجمع. الله، فأنت أنت النبي المفرد الجمع. جميل، جميل هذا الدخول. وبما أنه إحنا دائما قلت لك أنا أخذ الأمور الدينية من منحى إنساني واجتماعي أكثر، وهو ديننا دين، لأن الدين هو دين الإنسانية. أحسنتم. فصراحة كتاباتي تميل إلى الإنسانية والاجتماعيات، فأحب أن أقرأ قصيدة تقول كافي نموت. والله القاع قام الصيح مخنوقة، نريد نعيش صار سنين من شفة صبحنا الضحكة مبيوقة، يمتى نعوف كل طلقة ونشوف الزناد يصير كان حلقة. باسم الدين باقونا، وباسم الدين وباسم الدين ذبحونا، بس قل ليش طلع هالدين، بالله شويه رحمونا. دينهم وليس الدين الحقيقي. احسنت، احسنت. بس قل ليش طلع هالدين، بالله شويه رحمونا. شوهتوا الاله هواي، ما خليتوا به رحمه. نعم. جهنم ويقبر ويموت، سويتوه في الظلمه. نسينا نعيش، نسينا نحب، نسينا الله يحب الناس. الله الله. نسينا البسمه والاحساس. الله. كافي وبالله فهموها، معنى الدين مو ركعة، معنى الدين خيك طايح ترفع. الله الله عليك. معنى الدين مو ركعة. نعم. معنى الدين خيك طايح ترفع، معنى الدين ترسم بسمة للأيتام، وإذا جارك يمر العوز ما تخلي الضمير ينام. يا سلام. معنى الدين ترسم بسمة للأيتام، وإذا جارك يمر العوز ما تخلي الضمير ينام. الله. نحتاج أن نبني عقل. نعم. قطع الورد يعني لهذا أكبر جرم. نعم. ودمعة محب إرهاب معناها وظلم. الله. وعين الطفل ممنوع أي دمعة تهل. إيه؟ نحتاج أن نبني عقل ممسوح بمعنى القتل. الله. ما أريد أي نسمة هوى تحمل فكر قتل البشر. نعم. ملينا ونعلق صور، ملينا يومية نزف للمقبر أحباب وإخوان وولف. نعم. كون اليوم أحكم كل سلاح إعدام. إيه؟ والبارود كون يصير شن قداح. الله. يمتى نعيش مثل الناس. الله. صدق ملينا بس نياح. ايه؟ عدنا اطفال صارت ما تريد العاب. نعم. هالاطفال تحلم ما تموت احباب. الله. يمتى بيوم بس نفهم. ايه؟ انه الدم. ايه؟ يولد دم. ايه؟ يمتى بيوم بس نفهم انه الدم يولد دم. جمالك احسن.